الجلطة الدماغية أو السكتة الدماغية هي حالة أو مرض إسعافي بينتج عن نقص التروية الدماغية بالدم اللي بيكون نتيجة إما انسداد الشرايين أو زيادة الضغط بالدماغ نتيجة نزف أحد الشرايين، بيؤدي لنقص الأكسجين ونقص المواد المغذية اللي بتوصل للدماغ، وبتظهر بأعراض كتير أهمها مثلا عدم قدرة المريض على الحكي أو التلعثم أثناء الحكي، الرؤية الضبابية أو غير الواضحة، الضعف الحركي اللي بيصير بالطرف العلوي أو الطرف السفلي. ممكن الواحد يحاول يوقي نفسه من الجلطة الدماغية بأخذ احتياطات معينة مثل معالجة ضغط الدم، معالجة الكوليسترول، بس الأهم أنه الواحد يكون عنده إدراك أنه أي عرض عصبي مفاجئ من الأعراض اللي حكينا عنها لازم يروح لعند الطبيب مباشرة حتى يخضع للعلاج اللي قد يكون جراحي أو قد يكون بحالات الدم أو حالات الخسرات. التأهيل بالجلطة الدماغية كتير مهم. المهم بالتأهيل أنه يكون عن طريق فريق متكامل من المعالجين الطبيعيين والوظيفيين أو المعالجين النطق والبلع بقيادة استشاري بالتأهيل طبيعي حتى يضعوا خطة متكاملة مع المريض وأهله، تبدأ من تقييم المريض وكيف كان وضعه قبل الجلطة الدماغية، شو بيشتغل، كيف كانت حياته وكيف كان اندماجه مع المجتمع وبعمله، وبعدين بحطوا خطة متكاملة لمقاربته ومقاربة الأجهزة المختلفة بهدف أنه يتحسن خلال الفترة الذهبية اللي هي بتكون بين الإصابة الأساسية وبين أول 3 أو 6 شهور، وبعدين ممكن يستمر التحسن لمدة 1 أو 2. الرسالة الأساسية أنه الوقاية والعلاج بالأماكن الصحيحة والتأهيل بأماكن متخصصة بهذا المجال.